السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وراكسن داوضي الميل والباد جوكتان هالكني هو الدنيا تواني فوق كسو دو هذا برامج كوبان وان واحد دونو حالة الله حريرا ودن كيثوبيا خدك تلفن كهوحا سيتو سوجره دكتا محمد عبدي بوبال او برامجي هورو او كندوان هالكن فرنقينور نقلس مي حالة دا ودن كان آدلو سعودة نين سياسي او دولده كندوانا ودن كسومري قيب كاها هدنا فرنقيا حالة دا دلك لنا سعودة وحابها كل دوان إيو حالدها ودن كيثوبيا أو مربا مرحلدو إيا سياسة عصبي أيكو سوبيران دكتور محمد سودوو أدبان كاقا مهد علينا وقت كاقا إيو سيدا واناكسن براموت إيادا كل دوان نغرقب قادتو بالمركة كوباد وحان جعلان لهاين حالدو ودن كيثوبيا مالين والبا أما تضباد والبو حد مودايين إسبدل كل دوان كو سوبيريان ما دامو سياسة ودن كو aysan si toos ah wali u fariisanin khilaafaad iyo caqabadana ay jiraan soo dhawow bal hadda maxaa ugu dambeeyay si guud xaaladda wadanka waddo ay maxamed oo waqti salaamay dunida fanfor bahda Soomaaliya fidanda waa salaamaya waa sidaa sheekti weeye oo xaaladda Itoobiya waxa weeye waxay maraysaa marxalad aad u xasaas ah وحالات مودة وفي بقول هي دوري على بعضن كيس على إثيوبيا بقي مريض وطور كفوق أخضرين ومدها إثيوبيا إلا ما اللي هو عايشين إنه كل جوجي قصو قصو بحيو جدا سياسة أو دينا دورة يعني وسي هايستي وتو هايشري ودك عن كيسية دين كيسية ودك قصو عايشين وحوق أبكي شيء في تاريخي تكون مرتبين وما ذي كلنا كلبا طلابا يسوق عليان وما تل سوق على وقت عشرة أو ميديا جنا بعد أكتس بدن لقولة يا يا مقصد ورباهير وفر بدن لايت مدعي وحلا برتاي سؤالنا نشلو يبين وحول ما كا تسوحي أبو رتاي إن إثيوبيا تاريخها هايشتاق حكومة دا أما بدحوي عن تابا يا إن تبادل مصلحان تلسك سهل قومي يدون تبادل أخرى أو واحد صار مريض مريض في بقرطوي دي واحد سكاه يعني ما نمهارة ودين فوتوكسيا أي أصل هاي وطن أمهارة أو أمهارة ريفوب اللي كانوا وايد بيشن درجة نفسي ده خلاء إن كسر كوميز بها أو كوميز بها درجة شيء نورو دي عارف يعني هذا لكن واحد بدك كمان بدلهم قومي راح كلا وقيل من كبيري أو دشمال وقيل من فرد بدو كيان خودرا ورمادا إلى الجنة دي صوب لامي تكريعا يرثري فكما أن توح السوق علي سيد تكريعا بس هو غت قريبا وح لجلي درة الشعب من لون دم محمد إذا كان درة الشعب كيتوبيا وهرت السنة شكور جدا وقومي أجب قومي راح كلا دان كيدو أي واحد شنيء، ما كان خالص في أول كتاب جري هل قوم يدورون واحد اللي يقوى كلام ماذا حكى جري عينة، واحد مدير ماشي كبحي، وفيس بيجا أبي فكر إذا الوزارة هي مدي، فاقي وضل على يدائن شعبنا صعب، ودي تجري ودي لقنا فور ماشي ودوها، إن أورامدو أي سياسيا معارض يا محافظ، يورب شذا تم شعب أورامدو الله فاعي. tanta shaqo qormada waxa ay diyaar u tahay umada Itoobiya lacag inay sabab dirif iyo ninkala ay dib u fadhi daraha umada qormada ama haddii uu ogaa washin ka shaqo waxa la qoray si waxa keentay abii oo qaaday wado oo aan cadeyn marna xarfu gacan haadiyay marna oromo gacan haadiyay Itoobiya marba oo min qoro walba ay hadli karay markii dambe aksiiba nimanka ma xarfay hadirtay ay isku raaceen ba inay baa fursad u tahay in la soo ceshado dawladdii amhaarta ahayd oo aad aad u farabadan iyo adeecadaha iyo fursadii ay sameeyeen boqolkii shan iyo ka faa'iideysanaya dhaqaale iyo adeecad iyo aqoon iyo bulsho baraarig oo ka tagay dagaalkii tiray waa kala galay dagaalkii tiray uu sidii loogu tagay uu socon waayay dibadan way dhacday tigreegana way gaatay dumadaha kalena way gaatay laakiin waxaa ka soo baxay in ay meeshi kalaarkaan kalamaarkaan qabay imanka waxaa todobaadkan soo kordhay oo Itoobiya siyaasadeeda shacab in wax uga bedelayo ay uga tahay oo wada kala oo
الجرين يلا محمد وحوية حس بيجي على ده هي أم حارثة كبر حس بيجي على ده هي جيب ده اللي ده أما prosperity party حس بيجي على أورمادي أريس كوي بس أورمادي أورمادي واحد الجرين أم حارثة اللي ده واحد قال فكر اللي ده دولة أورما هي شتاء توبيا خفرش أو توبيا كذا دقلي أم حارثة يتكلم هي قاعد خش على اللي هي الجميلة يا أو دولة أورما خش عليها oo niman horomay ay ku ekeysiinayaan Itoobiya horomo ay baaxmaynayna oo horomaal horomay horomaan ka soo baxay shacabka aad roogashay si waxa keentay niman badan oo xisbiga BBD ugu cadaadaa oo ragii halkan ka dhabay inuu rifaar noqdo roolka ugu weyn ama doorka ugu weyn ka ciyaaray sidii odaygii madaxweynaha deegaanka Soomaalida ka hanjiray aan dagaajow ee markii dambar gandu aad dagaajow ee markii dambar noqday resident wadirka arimaha dibadda Itoobiya taglu waxa ay taasi ka kaga baxay waxa dadad kali ila saddex dadad waxa soo fidiye ku sugi DPD oromada iyo DPD amhaar walaabadii isbii u kala tagay deegaanka waxay ku heshiin waayeen in daraha oromada iyo daraha shacabka amhaar la isbaafayo labadooda waxa dadada ka riixay dadii shacabku oo shacabku baa noqday shacabka amhaar iyo oromada waxay soo gaadheen meel ay madaxdooda iyo maamulada deegaankooga ay raad rafiye shan laga asbo marka amhaartu shalay waxay soo saartay deegaanka amhaartu shalay waxay soo saareen go'aan aad loo yaqo Itoobiya wax haddan kala buu qaadi doono la garanay inta ku qaadi doono waxa weeye in madaxweynaha deegaanka amhaartu uu yiri waxaan fashanay anagoo xisbiga qalada haya ee amhaarta in aan danaha shacabka amhaarta kaliya ka shaqeyn oo cidda baan daba dhigay oo cidda baan daba joogto oo xayndaab xisbiga iyo adiyo aan ka baxno taasna waxa ay tusaale uga dhigan in shacabka amhaartu maanta u baahan yahay in loo jawaabo su'aalaha ay rabaan deegaanka amhaartu u degereen sababtoo ah dadka amhaartu waxay tabanayaan dawladdan in danaheedii ay ka dhawaayeen khatar la ay ku soo wajahan tahay waxaan shabaabta ku sidayna ku dhigay weeye marka waxa la magacaabay niman dirigal sharciyada isku haye nin Johannes Boyalow la yiraa oo marka hore cadaaba ka ahanayay institute ku yaala wadaarada arrimaha dibadda taariikhda ka ahaa oo markii BBD la sameeyay aad u dhaleeceeyay oo adeecada soo fariistay oo ku mooriyay deegaanka daabka federalismkii bisu kanin la furo oo BBD laga saaray xubiga talada ay laga saaray iyo madaxweyne fudigeen la taliyana u ah madaxweynaha deegaanka Soomaalida deegaanka amhaarta ayaa loo magacaabay wax kale loo sheegayaa jarnaalka ciidamada ahay gaarka ee amhaarta haysanayay oo nin aad u qorsheeyay oo jeenaa safarra maamul leeyda isagana oo abi dadka aad ka dhaleeceya dadka xisbiga BBD aad uga sheegay oo dadka amhaarka dhalinyarada aad aad ay u taageertay oo shay ku hadlayay danaha amhaarka in la horumariyo isaguna oo dareegana aad dadku ula dagaalamay isagana in uu soo cishay marka waxa cad inuu madaxweynaha amhaarku todobaadkan sheegay in ay xisbiga amhaarku ay shanaha shacabka amhaarka oo ay ku jirta guudid midnimada Itoobiya iya deegaanka iyo amhaarta oo ku nool deegaan walba oo Itoobiya kamida in danaheega aan ka shaqayn doono oo xayndaabka xisbi iyo aan dagbali doonin shacabka amhaarta inaan raaci doono marka saad ogtahay in danaha shacabka Itoobiya wali hadda waadano aan iswaafaqsanayn oo midkale amhaarta waxay rabtaa in la gudbiyo dastuurkan in federalism la baabiyo in umarahan ismaamulka laga daayo boqortoodii siday u dhaqmayso hore la soo cisho malaha kalena taas aad doosho waa waxaan oo imikay baa xaqda federaalism ka baa xaq iyo yeebay ku leeyihiin kuma filna oo dadba wali hadda amhaar ku shaqeeyo oo furta deegaanka ku shaqeeyo dadba waa magaalada la yiraahdo amhaar baa laga shaqeeyaa oo dadka oromada iyo soomaalidu ay wali ugu doodiin aad fogaa isku maamulaan ay helin magaalooyin fara badan marka oromadu sidaas ka duwan shacabka oromadu waxay leeyihiin waa waqtigii yaa la gaaray dadka oromadu deegaankiisa si xor ah u maamuli lahaa oo xogaa ay guddi goormaduna ay u xarab laalaalinayaan marka xisbiga BBD marka todobaadkan wuxuu galay marxalad inuu burburada geeska u saaray marka wareegi doonaa halkay todobaadka dambe ku aadan laakiin xaalad la garanayo xaggay ku dambeyn doonta ayay galeen.